All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن ايش الفرق بين الذيب والغزال في احلام آرثر. طبعا هذا المقطع بناء على طلب احد الاشخاص في خانة التعليقات، قال لي ايش الفرق بين الغزال والذيب. طيب بكل بساطة، إذا كنت شخص تحلم بغزال فهذا يعني إنه الشرف عندك عالي، فإذا كان شرفك عالي راح تحلم بغزال، لكن إذا كان شرفك نازل فإنك راح تحلم بذيب أسود. فبكل بساطة هرجة أحلام آرثر راح تعتمد على الشرف، فإذا كان شرفك عالي جدا راح تحلم ببك أو غزال، وإذا كان شرفك نازل أو أحمر راح تحلم بذيب أسود. فأنت يعني الهرجة كلها متعلقة بالشرف. إذا والله آرثر شرفه عالي وماشي في طريق الطيبين راح تحصل أو يحلم ببك أو غزال، لكن إذا شرفه نازل ويقتل في الناس ويآذي الناس ويلفلف من هنا ويسرق من هنا راح يحلم بذيب أسود، زي أحلامنا إذا كنت مدري إيش إذا كذا كذا. المهم فهمتوا أنتم، فالهرجة كلها معتمدة على الشرف، شرفك عالي غزال، شرفك نازل ذيب. طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، شاركونا آراءكم هل تحلمون بالذيب ولا الغزال، وأيضا حطوا لايك ليجيكم هد. سلام عليكم.